أرحب بأستاذ محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، كان لي النهاردة مداخلة في غاية الأهمية ضمن فعاليات المنتدى. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ عادل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. أهلا المشاهدين فندم. أهلا بيك أستاذ محمد. احكي لنا أهمية تجديد بروتوكول تعاون بين البلدين بقيمة 400 مليون يورو، ده كان موجود وحصل انه فتره ما بقاش موجود فتم تجديده، ولا ده المفروض بيجدد كل فتره ولا ايه؟ لا ده كان اتفاق موجود وتم النهارده التوقيع لتجديده لمده اخرى حضرتك، ده هدفه طبعا اعطاء دفع للشركات الاسبانيه اللي موجوده. لا اتمنى نعلي الصوت شويه يا جماعه، نعلي الصوت شويه بعد اذنكم. اتفضل استاذ محمد. أيوة. يعني ده تجديد للبروتوكول التعاون المالي بين الحكومتين. وده طبعا ما فيش شك انه بيرسخ وبيزود من جهود التنميه المصريه وبيشجع الشركات الاسبانيه اللي موجوده في مصر. انت عارفه يعني في مجموعه من الانشطه موجوده في مصر بتقوم بها الشركات الاسبانيه خصوصا في مجال الطاقه المتجدده، هم متقدمين جدا في الشخص في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. اشتغلوا في هذا المجال، في ايضا في تحليه المياه برضه نشاط اخر شغالين فيه. طبعا مجالات الغاز كان في مشكله وتم حلها في ديسمبر 2020 مع شركه الغاز، ودي فتحت المجال اكبر بالاضافه بقى لخبراتهم في الزراعه وخبراتهم في السكك الحديديه والنقل. المجالات كلها الحقيقه اللي تم طرحها النهارده كانت كلها مجالات مبشره بكثير ودعوه للقطاع الخاص، وخصوصا ان احنا عرضنا عليهم يعني ان ممكن تكون في مصلحه مشتركه من استخدام محور قناه، وانا في كلمتي طرحت محور قناه السويس. نعم. ان الصادرات الاسبانيه سواء اللي جايه من اسبانيا وبتعبر في قناه السويس ده ممكن تبقى في فائده نقربهم من الخليج العربي. نقربهم من افريقيا. النهارده خصوصا بعد اعلان عن المنطقه الافريقيه القاريه اللي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2019. كل ده يزود الرقعه، ما بنتكلمش النهارده احنا في مصر 100 مليون مستهلك، لو دخلنا كل الاتفاقيات اللي الحكومه المصريه موقعاها يبقى عندها 3 مليار مستهلك، فده بيفتح مجالات كبيره جدا سواء لصادرات او لتصنيع يتم في المنطقه الاقتصاديه ويتم من خلال الحصول على هويه المنشا وبالتالي تخش الاسواق العربيه والاسواق الافريقيه مع قيام الجمارك. ده احد المجالات، مجال النقل البحري حضرتك ازاي؟ فكلها مجالات الحقيقه طموحه ومفتوحه في هذا المجال. طبعا الزراعه احنا برضو طرحنا ان احنا عندنا 22 مدينه جديده من الجيل الرابع، ورئيس الوزراء الاسباني اشار الى العاصمه الاداريه الجديده ايضا، فهم يعني في توجه. ما تنسيش ان اسبانيا تعتبر رابع دوله في حجم التجاره. صحيح. مع مصر يعني. صحيح. في المانيا، في ايطاليا، في فرنسا، ثم اسبانيا. ايوه. فطبعا رابع اقتصاد قوي في افريقيا اسبانيا. بالظبط كده. أيوة. وبعدين أيوة. طبعا احنا يعني برضو لازم نقول ان احنا صادراتنا في اوروبا في التسع أيوة. شهور صادراتنا في التسع شهور لاسبانيا زادت يعني بنسبه حوالي 80% عن السنوات اللي قبل كده. فده نعم. برضو برغم من الكورونا. نعم نعم. وكان طبعا نقطه مهمه جدا اشرنا اليها هو ان مصر احد خمس دول على مستوى العالم ان كانت الناتج القومي بتاعها حصل فيه نمو برغم جائحه كورونا وبرغم ان باقي دول العالم كلها كانت دايما النمو بالسالب. نعم. فالامور مبشره. طبعا اتكلمنا على الاصلاحات الاقتصاديه سواء الثوره التشريعيه والاصلاحات الهيكليه وتيسير اداء الاعمال بتفتح المجال للمستثمر سواء المصري او العربي او الاجنبي. كل ده كان مشجع ودعوه لل رجال الاستثمار في اسبانيا ان هم يتواجدوا على السوق المصريه. عندهم طبعا في مجال كمان بنتعاون فيه يعني حضرتك يمكن موضوع زيت الزيتون، هم طبعا متخصصين جدا في هذه الصناعه واحنا عندنا مشكله فممكن يتعمل هنا زراعه، وده كان توجه من السيد الرئيس اللي هو يعني المنتجات الزيتيه. ايوه. حضرتك ازاي؟ وفي طبعا مشروع بتاع البلازما.
بلازما، لازمه الدم. ده موضوع بقى حضرتك ازاي مع شركه اسمها التعاون هنا في موضوع بلازما الدم ازاي بعد اذنك استاذ محمد؟ ده تعامل شركه موجوده عندهم اسمها جريفوس اللي هي بتنتج مع شركات في مصر عشان الموضوع ده يعني امن صحي مع الظروف اللي موجودين فيها ومحتاجينه في هذا المجال. فالمجالات كلها يعني موجوده، مجال توليد الكهرباء زي ما قلت لحضرتك، مجال مجال تحليه الميه شركه اسمها اف سي سي اقويليا. طبعا وانت عارفه التوجه النهارده بالنسبه لموضوع الميه والاقتصاد في استخدام الميه وتحسين الزراعه، مجالات كبيره جدا. والمناخ الحقيقه من الحكومه المصريه ومن الحكومه الاسبانيه في اللقاء كلها امور مبشره، وان احنا يعني وجهنا زملائنا سواء في مجلس الاعمال او في القطاع الخاص المصري ان يتم اعداد زيارات متبادله عشان يتم الاسراع في مجالات التنميه، بس ربنا يعدي ازمه الكورونا دي، كورونا دي على خير يا رب باذن الله. يا رب. بشكرك استاذ محمد المصري، بشكرك. انا متشكر جدا، عزيزي هاني، الف شكر. بشكرك لحضرتك، تفضل تفضل يا فندم.